اللحمة المفرومة معلقة سمنة هنا ومعلقة سمنة هنا، وفي نفس الوقت الفراخ زي ما انت شايفة كده قدامك اهو. اروح حاطة هنا اول حاجة السجق، يقدح عندي السمنة، وبعد كده عندي اللحمة. كل خطواتك كده قدامك، والعجينة تستريح لمدة ساعة ركبنا، وبعد كده عندي الفراخ. كل خطواتك عندك، مفيش في حاجة سليم يا حسني، ما تقلقش. حسني بيأمنك؟ مفيش رشاوي. حسني انت بتأمنه؟ احنا هنشوف اهو يا جماعة. اهو مفيش رشاوي يا شيف. ها؟ هنذيع. ايه يا شيف حسن وانا اتسلم كده على الهوا؟ انت ماشي في السليم اصلا. انا بقول لك ايوه ماشي. انت امان اصلا. انا هعمل لكم فطيرة اهو، دوقي واستمتع. هنذيع اهو، بندوق اهو. هنذيع. حطينا هنا زي ما انت شايفه كده. بص ده مش مهزوز خالص. ايوه عادي ما يخافش. الراجل بقى من النوع ده. الصدق زي شيف حسن ده، حاجة من الاتنين. المفرومة. لا اما ماشي في السليم قوي، لا اما قلبه ايه ميت جدا. والفراخ اجيب صدر فراخ واقطعه شرايح زي ما انت شايفه كده عندي، خطواتك كده كلها. ايه ده؟ مين اللي بعت لك مسج يا شيف؟ شوفي مين. مين دي؟ مش معاكي، شرفتي. مين دي؟ شوفوا مين. اعلانات. لا وايه؟ كله شغل. كله شغل يا سلام. هتشوفي والله. زي ما انت شايف كده. الحافي نقطة اهو. مين النقطة دي يا شيف؟ ابو نقطة ده صاحبي. يبقى تعملي فراخ، تعملي لحمة، تعملي صدق أو جبنة. الجبن إيه؟ عندي جبنة موزاريلا ماشي. زي ما انت شايف كده يا حسني. عندي جبنة شيدر صفرة ماشي. أنا بهزر يا جماعة. عندي شيدر حمرا ماشي. بنهزر. وعندك وبعد كده شوية زيتون، أطعمها شوية زيتون. طماطم، لحم. زي ما انت شايفة فلفل ألوان. واروح جايبه له شويه زهر ريحان او نعناع، اقطعهم كده قدامك. ريحتها باينه. بس ده طعم الفطير المشلتت ازاي؟ ما هو شايف فطير شرقي، هو اوريدي بيتزا شرقي. الريحان او النعناع يطعم لك الجبنه جميله جدا. ودخلي كل الجبن دي مع بعضها، الحشو قدامك الوانك اهي عشان تستمتعي. هنا عندي السجق خد سوا، احط له بصلايه ناعمه تحفه. وعندي الفراخ اللحمه اديلها برده بصلايه ناعمه، وعندي كمان الفراخ اديلها بصلايه ناعمه. انت ازاي عامله مورق كده يا شيف حسني؟ جامد. هقول لك حلوه قوي التوريقه دي. تحفة. بس خدت بالك منها. تحفه. يعني ايه مورق؟ مورق شايفه هشه طبقات كتير. بالظبط كده. حشواتك اهي، تعملي سجق، تعملي لحمه، تعملي فراخ او جبن. بعد البصل ما بقى طري احط توم قطع. وهنا توم قطع. وهنا توم قطع. ده لكل الحشوات. الحشوات السجق او الفراخ او اللحم. او اللحم. وبعد كده بدي هنا اهو للسجق اللحمه المفرومه، بدي لها معلقه صلصه، وبدي معلقه صلصه للسجق. كل خطواتك كده قدامك. وكمان ادي معلقه صلصه للفراخ.